في الحقيقة دكتورة شيرين، إن كنت تسألينني عن رأيي الشخصي فلأن خلفيتي إسلامية، ربك رب قلوب يا دكتورة شيرين وهو غفار للذنوب، ولا نعرف ما الذي يدور في ضمائر الناس، فهذه خلفيتي الإسلامية تجيبك. أذهب الآن إلى السيد كراولي. سيد الكريم، قالت دكتورة شيرين في الحقيقة ما قاله مالك في الخمر بشأن دونالد ترامب، ما الذي تقوله أنت بشأن جو بايدن؟ يسعدني جدا أن أنصت إليك في هذا الشأن. حسنا، في البداية جو بايدن هو شخص محترم على المستوى الفردي والشخصي، ولا يمكن أن نهاجمه بهذا الطريقة، ولديه كثير من العمليات والفعاليات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن جو بايدن لابد أن يكون حذرا أنه ألا يكون دونالد ترامب القادم. لقد نجح في انتخابات 2020 حيث كان هناك تضاد كبير ضد دونالد ترامب. لابد من أن يكون هادئ ومتمالك نفسه ولديه حكم وإدارة حكيمة، ولكن بدأ ينخرط ويندرج في مصيدة دونالد ترامب وبدأ يرفع من حدة الخطاب العدائي، ولكن لابد أن يحذر من هذا الأمر وألا أن يكون على نفس المستوى من دونالد ترامب. فبالتالي هو يجب أن يكون متمالك لأعصابه ونفسه وألا يقلد هذه الخطابات العدائية. هل ترى سيد كوري أنه يقلدها، أنه انجر إلى أسلوب ترامب، انجر إلى الترامبية السياسية؟ نعم، هذا صحيح وهذا ما أعتقده، ولابد أن يكون حذرا من هذه الخطوات لأنه سوف يخسر هذه الانتخابات إذا ما استمر في هذا العمل. لا يمكن أن يكون دونالد ترامب مرة أخرى، لا يمكن أن ينتصر أي شخص باتخاذ نفس المنهجية.